التي يعيشها بمعزل عن الآخرين، ولكن لا بد لنا أن نتعايش ونتفاعل معهم كي يصل عملنا الإنساني إلى ذروة العطاء. وقد تعترض حياتنا بعض الصعوبات، عندئذ علينا مواجهة الواقع واستنباط الحلول التي تعيننا على حل مشاكلنا ومتاعبنا. روبن، اسحب الخيط بسرعة. لم انتبه. ما بك؟ تبدو شاردة ذهني، هل هناك ما يشغله؟ لا أبدا، كنت أفكر في طريقة أخرى للحصول على الطعام يا ويل. ماذا تفعلين يا ليالا؟ ويحك يا ينزلي، قد تسقطين على الأرض وتصابين بالأذى يا جولي. لا تخافي، فقد اعتدت على الغابة وظروفها. تعال إلي. أرمي فيكي، انظري ماذا جمع السنجاب. تذوقي واحدة منها، هيا حاولي. أتأكدت بنفسك، فالسنجاب لا يلتقط ما نأكله نحن، بل ما يناسبه. طعمها مر. هل أعجبكم الطعام؟ نعم. ترى ما الذي يشغل بالك يا روبن؟ إن الماء بارد جدا. هيا خرج من الماء يا جولي. تعالي أيها الشقية، تعالي تعالي. هيا روبن، ما الأمر؟ أشعر وكأنك تعاني من شيء ما. إنني أفكر الآن جديا بالعودة إلى القلعة. ألا تعرف أنك ستقتل إذا ما صادفك أحد جنود ألواين؟ أعلم ذلك، وأعلم أنني أجازف بحياتي، ولكنني سأذهب، أريد أن أرى بيتنا يا ويل. وليكن ذلك يا روبن، لكن إياك إخبار جولي، كي لا تقول خذني معك يا ابن عمي، إياك أن تخبرها. حسنا. ها قد جاءت، انتبه. لمن هذا الوشاح؟ تذكرت، إنه وشاح ذلك الفارس. ولكن تبدو عليك علامات الرفعة والوفاء يا آنسة، وأنا أستغرب وجودك في مكان كهذا. ماذا أقول؟ اطمئني، فبإمكانك ألا تجيبي، فلكل منا ظروفه الخاصة التي يحرص على عدم البوح بها. Thank you.
أخافك ذلك الطير؟ عليك أن تعتاد على هذه الأمور. اطفي على اسمع يا روبن، أنا أعرف أن اسمك الحقيقي هو روبرت هينغتون، صحيح؟ وكيف عرفت ذلك؟ إنك تتحدث مع أكثر الناس حكمة في الغابة يا صديقي. عليك أن تعتاد مشاهدة الطيور الكبيرة في هذه الغابة، والفارس الحقيقي لا يخشى شيئا طالما أنه يحمل قوسه ونباله. هل بإمكاني أن أصبح فارسا؟ عليك أن تحمل قلبا قويا يمكنك من اختراق الصعاب، تتحدى به كل ما يقف في وجهك من عقبات، عندها تصبح فارسا. اسمع يا بني، لن تصبح فارسا إلا إذا تسلحت بالعزم والقوة اللذين يمهدان لك النجاح. وماذا علي أن أفعل أيضا؟ السلاح وحده لا يكفي إن كان حامله ضعيفا. ماذا تريد؟ خذ هذا القوس وأرني قدرتك على استعماله، فلقد سمعت منك كلاما يدل على أنك ذو خبرة طويلة، ما رأيك أن ترينا مقدرتك الحقيقية الآن؟ يبدو أنك تحاول اختبار مقدرتي يا صديقي. حسنا، سأحاول مع أنني لست فارسا يا روبن. انظر. إن تاك لا يعرف شيئا عن الرماية. لقد أصبحا جاهزين، أرجو أن تقبل هذا العقد هدية مني. ألم تعجبك هديتي المتواضعة والتي صنعتها من أجلك يا سيدي؟ أجل، إن لك ذوق رائع. كنت أخشى أن لا تعجبك. علي أن أغادر. إلى أين سترحل؟ لست أدري. سأبحث عن غريم لي. ما جئت إلى هنا إلا لكي أعثر عليه. لن أنسى ما فعله بي. حسنا، إلى اللقاء. هل سأراك مرة ثانية أيها الفارس؟ فلندع هذا الأمر للظروف. Thank you.
أبي العزيز روبن، ستصبح رجلا في يوم من الأيام، والرجل الصلب هو القادر على مواجهة الصعاب. لن أخطئ ثانيةً يا أبي، سأتعلم الريمة يا أهل. ماذا تفعل هنا؟ روبن. لم أكن أتوقع رؤيتك هنا. لابد أنني محظوظ جدا. ماذا تريدون منا بعد؟ أبي العزيز. أنت من عائلة مونغتون يا روبن. إذا سأقضي عليك. نسيتني أنا جيلبرت، قائد فرقة فرسان الوردة السوداء الخاصة باللورد ألواين يا روبن. جيلبرت، هيا أظهر لي شجاعتك الآن وارمي بسهمك إلى صدري المكشوف. ماذا؟ في المرة الماضية كنت محظوظا جدا حتى تمكنت من تشويه وجهي. لن يسعدك الحظ هذه المرة. حسنا. على المنطقة عاصفة قوية، يجب أن ألحق بروبن. أي تناول السيف؟ احمل السيف وقابلني فارس لفارس، فأنا لا أقاتل شخصا أعزل يا روبن. هيا احمل، هيا وإلا سوف أعتبرك خلفا مني. ها؟ ماذا تقول؟ هل أنت مستعد الآن؟
لا تغضب، إنها البداية فقط وسنرى. حسنا هيا بنا. ليت ذلك الفارس لم يغادر هذا المكان. ألست خائفا مني؟ صعود إلى الأعلى يا ليديا. شكرا لك يا ويل. أخبريني كيف وصلت إلى هذا المكان. عندما تذكرت أنني أضعت عقدي الذهبي عدت كي أبحث عنه، ولكنني ضللت الطريق وتهت في الغابة. هل أضعت عقدا من الذهب؟ نعم، إن هذا العقد هو العلامة التي تميز عائلة لانكاستر عن غيرها من العائلات النبيلة. ها؟ ألم تجديه؟ لا، ولن يعترف اللورد ألوين بانتمائي إلى عائلة لانكاستر ما لم يرى هذا العقد في عنقي. لقد كان هذا العقد أغلى هدية قدمتها لأمي في حياتي. أعيدوا لي، إنه من أبي. إنه تذكار، سأجربه. قل لي، هل توقعت يوما أن تموت بسهم يطلق عليك من هذا القوس بالذات؟ هل أنت مستعد؟ قل لي. لن تصبح فارسا حقيقيا إلا إذا تسلحت بالعزم والقوة يا روبن. ما الأمر؟ إنها الجولة الأخيرة يا روبن. لا عليك، فلن أهاجم شخصا مصابا يا روبن، لكني سأنتقم. لا! لا! سيبقى جيلبرت فارس نوتنغهام الأول وداعاً.